الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب وضوء الصبيان. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله، هو من المديني وهو شيخ البخاري، تعلمون بأنه من أعظم شيوخ البخاري تأثيرا في البخاري. قال: لولا من المديني ما استصغرت نفسي عند أحد مثل ما استصغرت نفسي عند ابن المديني. قال: أخبرنا سفيان. سفيان هنا وسفيان بن عيينة الثقة الثابت الأمين. قال: عن عمرو بن دينار المكي أبو محمد من الثقات الأزبد، قال: أخبرني كريب بن أبي مسلم القرشي الهاشمي مولى عبد بن عباس رضي الله عنه وأرضاه من الثقات، وثق ابن معين، وقال النسائي ثقة، وابن سعد قال: كان ثقة حسنة الحديث. قال: عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عباس من عبد الله الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، ترجمان القرآن. قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة، فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلقة قربة، نعم، وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا، ثم قام يصلي. والحق أن رواية أخرى أفصح من ذلك وأوضح، كأنه نام مرة ثانية وقام فتوضأ وضوءا كاملا. قال: فقمت فتوضأت نحو مما توضأ به. هنا الذي يريده البخاري في هذا الباب، لأنه هو تعلمون أن الباب كله باب وضوء الصبيان، وكان ابن عباس يعني غلاما ما كان قد بلغ مبلغ الرجال. فقال: فقمت عن يساره، قال: فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ، نحو مثل ما توضأ يعني، ثم جئت فقمت عن يساري فحولني فجعلني عن يميني، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، فأتاه المنادي يأذنه أو يأذنه بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر: إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر: سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحه. طبعا هذا الحديث حديث عظيم، تكلمنا عن مسائله قبل ذلك بالتفصيل، وفي هنا الشاهد من قوله: قال: فقمت فتوضأت نحو مما توضأ. قال في وضوء الصبيان، وأن الصلاة لا تصح إلا بذلك، وأن هذا من الصبي، يعني وضوءا، أن هذا من الصبي من الصبي يستحب. وقلنا بأن الإمام البخاري تركها أولا، لم يظهر وجوبا ولا استحبابا، تركها مرسلة هكذا، لأنه يعني قد قال بعض العلماء أنها ترب يجب عليهم، لأن الصلاة ترب بأمره جل صلى الله عليه وسلم، قال: فاضربوهم عند عشر، وأمرهم مروهم بالصلاة، قال: مروهم بالصلاة. وصحيح أنها مستحبة حتى في سن العشر هي مستحبة، ولكن الصلاة لا تصح بغير طهارة، فيتوضأ. وهنا بين أنه يتوضأ، الصبي يتوضأ، فهو قال: توضأت نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، توضأت نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، نحو مما توضأ. هذا الشاهد الذي أراده. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى معه. هنا المسألة الأخيرة التي تكلمنا عنها، وهي أنه صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وهذا كانت من طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نام نفخ، فنام حتى نفخ، فنادى المنادي يؤذنه بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. وهذه هي التي أراد أن يشار إليها أيضا، نام النبي لم يتوضأ، وهذا استدل به العلماء كما بينا قبل ذلك بأن النوم ليس ناقضا، لكن قد قيل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. وهذا ما بينه عمرو، وعمرو يكون أخذه من ابن عباس أو من قريب، إن ناسا يقولون إن النبي تنام عينه، بل هو النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. وهل هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بل الحق أنها عامة بكل الأنبياء، هي عامة بكل الأنبياء،
أن تنام أعينهم وقلوبهم يقظة. لما؟ لأن رؤيا الأنبياء وحي. شوف هنا، ولذلك قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول بأن رؤيا الأنبياء وحي. وقرأ قول الله جل وعلا يا بني إني في أرى في المنام أني أذبحك أو منام. قد يقول أضغاث أحلام، لكن لا يمكن لنبي أن يرى رؤيا إلا وقد أراد الله جل وعلا أن يوحي إليه فيها شيء. فرؤيا الأنبياء وحي، وفيها كما قلنا الشاهد أنه قال توضأت نحو مما توضأ به. طيب الفوائد المستنبطة، يعني أنا بينت. طب سامحوني أسألكم قبل الفوائد المستنبطة، قلت بأنه لما توضأ وضوءا خفيفا هذا نام بعدها ثم قام فتوضأ وضوءا كاملا. طبعا في الروايات الأخرى وفي الحديث في السياق ما يثبت ذلك. في أحد يلمح من السياق هذا الباب أم لا؟ فكروا فيها حتى أقول الفوائد المستنبطة. نعم، خدمة العالم دين، هذا ندين الله به. تعليم الجاهل في الصلاة، النوم مظنة نقض الهدوء وليس ناقضا. النوم ليس ناقضا، هو مظنة النقض، وهذا فصلنا فيه القول قبل ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.